النقطة الثانية خاصنا نمشي للعنق وندير وقفة احتجاجية في العنق ونديروا لايفات في العنق ونحضروا في العنق ما بين الواد والبحر على هذه النقطة الحمراء اللي كاينة ما بين الواد والبحر. خاصنا نهضروا تما، خاصنا نبركوا تما، خاصنا نحتجوا تما ما بين الواد وما بين البحر ونحتجوا. كاين الحمد لله هذا العالم الأزرق ولا صغير، عالم الفيسبوك ولا صغير، النقطة كيما الهضرة كتقولها كتوصل. احنا ان شاء الله واللي بنادم يدوس على رجليه من اللي عايشة يقطع من اللي عايشة الحوسية على رجليه. وحنا كبلاء أزمور، احنا حشومة كاع يجي هنا الإنسان ولا الواد خانز، ما تشمش الريحة ديال الواد. كان الواد كيجي والإنسان يتفسح فيه ويشوف عينيه ويدير عيب علينا. احنا رحنا زموريين ولا كنا بنادم كبناء المدينة وكنا كان عايشين في المدينة وتهزنا غير على هذه المدينة. خاصنا نوقفوا كرجل واحد. وتحية للجميع. مرض السل وواحد مسألة أخرى، نقطة أخرى، هو أن خصنا نشاركوا الأحزاب السياسية في البرلمانيين ديالهم، نوجهوا لهم واحد عرائض ولا شكايات. خاص هاد البرلمانيين واش كاين الدور ديالهم كيتعرفوا الأزمون ولا باش يتعرفوا هنا واحد العام يتعرفوا واش هاد الناس هزوا الملفات. إن حنا ما يمكنناش حنا كمتطوعين وكفاعلين جمعويين ما يمكنناش هما اللي غيمشيو لمؤسسات البرلمان. وكنتمنى بان نرفعوا شكاية السلطات المركزية ديوان الملك، راه ما بقاش اختصروا على العامل او الرئيس او الباشا. راه الزمور عرضوا واحد المجموعة ديال المحطات تسدينا دغيا كنتبلوكاو ونفوتوا الكدرة. من باب اقتراحات نفوتوا الكدرة. ان هذيك السلطات المركزية نصلها، لان احنا في دولة الحق ودولة المؤسسات، علاش ما نوصلوش حنا حتى الرباط؟ علاش ما نوصلوش للداخليه للديوان الملكي نكون هاد الثقافه عندنا جديده؟ ان احنا كن هذه واحد مده زمان كنشتغلوا الى حدودنا، باشا لقى الباشا العامل يعرفونا احنا مضيقين بيناتنا، حتى كنتبلوكاو كنقولوا مشادينا بعضياتنا. كما كنتشوفوا اليوم كنتواجدوا بهذه الفعاليات المجتمعي المدني والحقوقي والنقابي وبعض غيورين عند مدينه أزمور، كنتواجدوا على مصب ام الربيع للوقوف مره اخرى على الاكراهات والاختلالات اللي كيعرفها هذا الواد. حنا كنتسالوا واش حنا الازموريين عندنا حقوقنا طبيعتنا مره اخرى؟ واش صوتنا كيوصل للمركزيه ولا لا؟ واش هاد الناس الاستعلامات كدير عندها الناس المسؤوله على مستوى السلطات المركزيه؟ راه التقارير اللي كتمشي من الازمور راه كتمشي مغلوطه للاسف. حنا دوله المؤسسات، كنشغلوا دوله المؤسسات وتحت الرعايه صاحب الجلاله، كنتفاجئوا دائما في اي تمديد بعدم الخدمات ولا كذا، هذا كنعيشوا واحد الحويجات خطيره. صوتنا ما كيوصلش. هذا سؤال اخر. كما كتشوفوا راه لا بحر لا واد ولا مناطق صناعيه ولا مدينه واخده طابع سياحي ولا الشباب كيطيح انحراف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.